كبير طويل، الأرض التي لا تريد ضمها أي دولة. تقع بئر طويل على الحدود المصرية السودانية، وهي قطعة صغيرة من الأرض الفريدة، فلم تطالب بملكيتها أي دولة على الإطلاق، فلا مصر ولا السودان يرغب في ضمها إلى حدود بلاده. تتصف أرض بئر طويل بشكلها الذي يشبه شبه المنحرف، وتقدر مساحتها ب 2000 كيلومتر مربع، وتقع في أكثر بقعة شمال إفريقيا عزلة، فلا يوجد في هذه المنطقة سوى الصخور والرمال. بدون أي طرق معبدة أو مصادر غذائية طبيعية، فلا يمكن بذلك لأي شخص أن يعيش فيها. وعلى حسب أقوال البلدين اللذين يحدانها، لا تحمل هذه الأرض أي فائدة اقتصادية، وهو السبب الرئيسي لرفضهما ضمها، ولكن للقصة كفاية. تقع بالقرب من بئر طويل أرض أكبر ذات شكل مثلثي تدعى حلايب، وعلى الرغم من أنها لا تحوي أيضا سوى الرمل والصخور، لكن أهميتها تكمن في كونها تتواجد على ساحل البحر الأحمر. الآن يتنازع كل من مصر والسودان على ملكية هذه الأرض، لكن إذا نظرنا إلى خارطة حدود كلا البلدين نجد أن حلايب تتواجد بينهما، فلذلك من يحصل على بئر طويل سيلغي حق مطالبته بحلايب، وبالتالي لا يريد أي من البلدين التنازل عن الأرض الأكبر والأكثر فائدة للحصول على أرض بور دون فائدة ترجى. بدأت هذه المشكلة الغريبة سنة 1899، عندما وقعت المملكة المتحدة التي كانت صاحبة السيادة في المنطقة اتفاقية مع مصر مفادها إسناد إدارة السودان إليها، فشكلت بلدا جديدا سمي بالسودان الإنجليزي المصري. ولكن السودان في الحقيقة كانت تحت السيطرة الكاملة لبريطانيا منذ بداية استعمار مصر. على أي حال، تم الاتفاق على أن الحدود المصرية والسودانية تقع على خط العرض رقم 22، لكن بعد 3 سنوات قررت بريطانيا إعادة تشكيل حدود جديدة بسبب عدم صلاحية الحدود القديمة فيما يخص اختلاف مواطن بعض القبائل والسكان الأصليين. أي في ذلك الوقت أدرجت بريطانيا جبلا صغيرا يقع على الجنوب جنوب الخط 22 إلى مصر، لأنه كان الموطن الأصلي لقبيلة عبابدة التي تربطها علاقة أقوى بمصر أكثر من السودان، وسميت هذه المنطقة ببئر طويل. ومن جهة أخرى، سلمت بريطانيا رئاسة منطقة أكبر تقع على ساحل البحر الأحمر على شمال الخط 22 إلى الحكومة السودانية، لأنها أيضا كانت الموطن الأصلي لقبيلة بيجا التي كانت تربطها علاقة ثقافية أقوى بالسودانيين، وسميت المنطقة حلايب. بدأت المشاكل بالظهور عندما حققت السودان استقلالها سنة 1956، حيث أعلنت الحكومة السودانية الجديدة حقها الشرعي في امتلاك مثلث حلايب، كما ورد في النص المكتوب في التصريح التالي لبريطانيا. لكن على الكفة الثانية، أكدت مصر أن مفاد التصريح لم يكن سوى لتشكيل ولاية إدارية مؤقتة، وأن الحدود النظامية بين البلدين هي التي تنص عليها اتفاقية سنة 1899، فجعلت بذلك من حلايب تابعة لجمهورية مصر. نعلم جميعا أن صراعات الدول حول حدودها شائعة للغاية، لكن ما يجعل هذا الصراع فريدا من نوعه هو بسبب تأثير حلايب على هذه القطعة الصغيرة جنوب الخط 22 المسماة بئر طويل، إذ لا يريد أي من البلدين بسط سيادته على بئر طويل كي لا يلغي حقه في امتلاك مثلث حلايب. وما يجعل هذا الأمر عسيرا هو أن الخرائط المصرية تظهر أن بئر طويل تابعة للسودان، وتظهر الخرائط السودانية أن بئر طويل تابعة لمصر، وبالتالي أصبحت بئر طويل منطقة مهجورة غير تابعة لأي بلد. حاول العديد من الأشخاص احتلال بئر طويل، مثل الروسيان ديمتري زيكاريف وصديقه ميخائيل روكاينين، اللذان رفعا علم روسيا على أرضها. تظهر هذه الصورة أيضا الأمريكي جيريمان هيتون، الذي أعلن حصوله على بئر طويل بوضع علم عائلته على أرضها. وفي السنة الماضية، عندما وصل رجل الأعمار الهندي سوياش ديكسيت إلى بئر طويل ونصب العلم الخاص به أيضا على أرضها معلنا تملكه لها.